السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شنشيط. مرحبا بكم في فيديو جديد كما العادة، فيديوهاتنا متنوعة بحال ديما. اليوم ان شاء الله فيديو تعليمي جديد. غالبا الناس اللي كيبغيو يصوروا مثلا الفيديوهات ولا التصاور كيبغيو الإضاءة، يعني كيبغيو وجانب مزيان. غنوريكم طريقة كيف تصاوب الإضاءة رينغ لايت بواحد الثمن اللي هو قليل، يعني بلا ما تمشي تشريها، يعني تقام عليك بواحد 300 درهم ولا كثر. أنا مكنتش تقام عليك بواحد الثمن اللي رخيص، ما يوصلش 60 درهم 50 درهم بحال هكا. المهم الطريقة هذي غيوريها لنا السي فهد، رحبوا به معنا في القناة، أول مرة غادي يبان معنا، رحبوا به وهو اللي غيورينا الطريقة كيفاش غادي نصوبوها. نخليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال لكم السيمو، اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نصوبوا رينغ لايت. اشياء جد بسيطه جدا، الثمن رخيص، اللي اي واحد تيبغي يضوي الفيديو مثلا ولا شي حاجه خصو الضوء باش يبان الفيديو مزيان. اليوم ان شاء الله نصاوبوا الرينغ لايت بالليد ونخليكم مع التفاصيل. السلام عليكم مره اخرى، نوريكم الادوات اللي غنخدموا بها ان شاء الله في هذه الفيديوهات. نحتاجو كرتونة كما كانت، ما تكون كرتونة في هذا الحجم هذا تقريبا. نحتاجو ليد اللي غادي نضوو به، يكون تقريبا 2 متر حتى 3 متر. غادي نحتاجو مقص ولا موس اللي بغيتي. نحتاجو ليزيد ولا الكولية الصمتة، هاد الكولية راه كيتباعو عند الدروغري، كيتباعو تقريبا ب 50 فرنك ولا 10 دريال. نحتاجو شي حاجة باش نتراسيو الدائرة ديالنا. أنا نحتاجي الدرت الصينية أنايا، أي حاجة تكون دايرة ولا عندك شي بيركات كبير اللي بغيتي دير. نحتاجو ستيلو. نخليكم دابا مع التطبيق في الفيديو. نحطو الكارتونه ديالنا، نجيبو ديك الدائره، غنتراسيو الدائره. نجيبو المقص، نقطعو هادي بحال هكا. نجيبو واحد دائرة صغيرة منا ونقطعو، تراسيو دائرة صغيرة منا ونقطعو. دابا هنا قطعنا جوج دويرات باش نديرو السماكة ديال الكارطون، باش نغلطو الكارطونة باش متبقاش تعوج لينا. غادي نصفهم بكرافوز وعاد نثبتو عليهم الليل. ليكمش هاد الالومنيوم نحتاجو حتى هو باش يعطينا انعكاس ديال الضوء. غنغطيو هاد السيركل كامله بالالومنيوم، عاد نلصقو فوق الليل.
بعد ما غلفنا هاد السيركل هادي بالالومنيوم دابا غادي نطورو عليها الليد ونفيكسيهم بهاد السماطي هادي. تابعوا معايا الطريق. شوف شوف بعد دابا ما كملنا التثبيت ديال الليد ديالنا نحيدوا هاد الزوائد هادو بالمقص نحيدوهم. من بعد ما زولنا هادوك الزوائد غادي نركبوا البريز باش نجربوها. نقدروا ناخذ شويه سكوتش باش نثبتوه باش ما يبقاش يزلق لينا كل مره يبقى يطيح. بالطريقه ثبتنا وغادي نجربوها في البريز. المهم هادي هي الرينغ لايت اللي صاوبنا ونشوفو دابا كيفاش كنبانو بها وبلا بها. المهم هانتوما كيف ما كتشوفو هي دابا راه فيكسيناها في التريبود ديالنا، ماشي المهم فيكساج عادي تبقى نفيكسيها وصافي. حنا دابا غنجربوها يعني غتشوفو الفرق، غنخدمو الفيديو وغنجربوها كيفاش خدامة، يعني تشوفو الفرق ما بين كنصورو بلا رينغ لايت والفرق ملي كنشعلوها. السلام عليكم مرة واحدة أخرى. المهم كيفاش الطريقة كيفاش تصوبوها، يعني الطريقة اللي هي بسيطة وأغلب كلفة، يعني إلا مشيتي تشريها برا غتاخذها بثمن، يعني تصوبوش عليها ديري شي 300 درهم، الله ما تصوبها تقام لك 50 درهم 60 درهم، يعني ما غتفوتلكش 100 درهم. المهم نجربوها هاهو دابا راه ماشي علاش، هاهو يجربها حمزة، شعلنا أخويا حمزة نشوفو الفرق، شوف الفرق دابا كي داير، يعني كيبان الفرق ما بين ما كايناش الإضاءة وما كاين الإضاءة. صافي حمزة شعل حمزة، هذا هو الفرق. نخليو دابا الكلمة السي فهد اللي كنشكروه بعدا على ضرب الطريق وجا لعندنا وصوب لينا هادشي هذا وصور معنا فيديو. شكرا لك السي سيمو. مرحبا هاني أخي سيمو. مرحبا نخليو الكلمة لفهد دابا. المهم اللي كما قال لكم سيمو الإضاءة هي أهم حاجة في التصوير، ما تتصور أي فيديو ولا شي حاجة خاصك ضروري الإضاءة، وما هذه تكلفة صغيرة تكلفة قليلة بلا ما تتعذب مع راسك. تاني حاجة فهد تا هو راه عنده واحد الشين ديالو، الشين ديالو اللي زوونا كيوري راه تلقاوه في الديسكريبشن لتحت، الشين ديالو زوونا فهد طرق يعني بزاف كيف تصوب الدرية كيف تركب البريز ديال الطو كيف تسرح اللافابو إلا كان مخنوق، يعني واحد داك الشيء المنزلي أي حاجة فيها خلي هو يهضر على الشين ديالو صافي. بغيتو لاشين هي كاينة في الديسكريبشن غتلقاوها إن شاء الله، تابوناو وتابعوني إذا بغيتوا لعجبكم المحتوى ديالي إن شاء الله. يلا نخليكم ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، تهلاو ليا فراسكم ونتمنى الدعم ديالكم كيف ديما. السلام عليكم.